السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نتكلموا على مباراه القيم الوسيطيه صيغه رقم 2 حاله خاصه. اذا في الحاله الخاصه كيكون عندنا اذا كانت اف داله متصله ورتيبه قطعا على المجال ابي و اف لي ا في اف لي بي اصغر قطعا من الصفر، فان المعادله اف لي اكس تساوي صفر تقبل حلا وحيدا الفا ينتمي للمجال ابي. اذا خصهم يتحققوا ثلاثه الشروط. اذا اف تكون متصله على ا بي، وتكون اف رتيبه قطعا، يعني رتيب اما تزايديه او تناقصيه على المجال ا بي. اذا رتيبه قطعا على المجال ا بي. والشرط الثالث يكون عندنا اف لي ا اف لي بي اصغر قطعا من الصفر، اي اف لي ا واف لي بي لهما اشارتان مختلفتان. اذا الاستنتاج هو ان المعادله اف لي اكس تساوي صفر تقبل حلا وحيدا ينتمي للمجال AB. اذا ناخذ مثال تطبيقي. اف لاكس تساوي اكس اس 3 زائد 1. السؤال يقول بين ان المعادله اف لاكس تساوي صفر تقبل حلا وحيدا ينتمي للمجال ناقص 2 2. اذا اول خطوه الاتصال. اذا اف متصلة على R لأن هذا لا حدودية، وبالخصوص على ناقص جوج جوج لأن المجال ناقص جوج هو ضمن R. إذا الشرط الثاني خصني تكون F رتيبة قطعا. إذا غادي ندرسو الرتابة، يعني غادي نحسبو الدالة المشتقة. إذا F بريم ديال X، إذا المشتقة ديال إكس أس 3 هي 3 إكس، والمشتقة 3 إكس مربع، والمشتقة واحد هي صفر. إذا إف بريم دي إكس كتساوي لنا 3 إكس مربع، وبالتالي هذه دائما أكبر أو تساوي صفر لكل إكس كينتمي لآر. إذا إف رتيبة أو تزايدية قطعا على R أي على ناقص جوج جوج. الشرط الثالث خصها تكون F لي A F لي B أصغر قطعا من الصفر. إذا كنحسبو F لي A و F لي B، إذا كنحسبو F ديال ناقص جوج، إذا كنعوضو هي ناقص جوج الكل أس 3 زائد 1 أي ناقص 8 زائد 1 أي ناقص 7. اف ديال جوج هي جوج أس 3 زائد 1 أي 8 زائد 1 أي 9. إذا اف ديال جوج مضروبة في اف ديال ناقص جوج هي ناقص 7 مضروبة في 9، وهذا عدد سالب أصغر قطعا من الصفر. وبالتالي ثلاثة الشروط محققين. إذا حسب مبرهن القيم الوسيطية اف لي اكس كتساوي لنا صفر تقبل حلا وحيدا في المجال ناقص جوج جوج.